السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. أنا الدكتور جهاد الوضبان، حبيت بس أشترك مع الأخوان زملائي بتعريف بسيط للبرنامج الخاص بالأشعة التداخلية للأعصاب. أنا وجهي ذاعي اليوم، عملت عملية في الصباح وأعطوني مجموعة كوكتيل من مخفف للألم، بروبافول وميدازولام وفنتينيل. أحس إني صاحي، بس إذا قلت شيء ما هو مضبوط عد اعذروني. البرنامج بسيط. إحنا الأشعة التداخلية للأعصاب تعتمد على إجراء عمليات تجنب المريض التعرض أو عمل عملية جراحية في الدماغ. مثلا انفجار أم الدم أصبح اليوم بالإمكان معالجتها بالقسطرة والتسديد بدون الحاجة إلى الدخول إلى جراحة. تسديد بعض الأوعية الدموية في التشوهات الخلقية للدماغ تجنب المريض النزف في داخل الدماغ. واحدة من العلاجات أيضا هي وقف نزف الرعاف أو الأبيستاكسس عن طريق تسديد الأوعية الدموية اللي في الخشم. للأسف اليوم أنا اللي عملها لي العملية هو طبيب الأنف وأذن الحنجرة. لو ما توقف النزف واستمر عندي أتعرض إلى موضوع تسديد الأوعية الدموية من الداخل، بس إن شاء الله بالنسبة لي توقف عند هذا الحد. الفائدة الحقيقة، وإحنا يعني الحمد لله زرنا عدة مناطق، طايف، القطيف، رحنا إلى أبها، عسير، تبوك، وحصلنا شرف التعامل مع الأخوان والدكاترة والأطباء وحصلنا فائدة كبيرة. العمل في البرامج هذه خلانا نطلع على التجهيزات الطبية في مجال القسطرة، والحقيقة عندكم تجهيزات رائعة والدولة ما قصرت، يعني ملايين الريالات صرفت لبناء غرف مجهزة بأحدث الأجهزة. في نقص يمكن في التخصص من ناحية الفنيين أو الممرضين أو الأطباء، إلى حد يعني وجدنا بعض الغرف لم تستخدم ولم يتم العمل فيها أبدا. فبالتعاون مع الأخوان في المناطق تمكنا ولله الحمد من تشغيل الأجهزة. طبعا هذا ينعكس إن شاء الله إيجابيا على المريض، وتقليل من تقليل من يعني احتمالية سفرة، إضافة إلى أن بعض الأمراض أو بعض الحالات بالنسبة للدماغ اللي تحصل في المناطق صعب نقل المريض، اللي هو قد يسبب ضرر طبي للمريض. فبالتالي إذا قدرنا نوفر العلاج في مكان المريض يكون طيب. أهداف البرنامج إنه نعمم هذا التخصص الدقيق، نحاول أن نجد من هو يعني يمتلك الاهتمام في الموضوع هذا وله القدرة على التدريب لتوطين التخصص في المناطق حتى يستفاد منها المريض إلى أقصى حد ممكن. هذا باختصار بسيط، يعني إذا في أي استفسار أو أي سؤال من الأخوان. عليكم السلام. What's your question? A new modality recently was appeared, and how to transfer the patient, because we have one patient in last week with dissection of the aortic aneurysm, and we made it prior to shift patient to big center with the intervention radiology for stitching of the aorta. ايوه دكتور، dissection of aortic aneurysm, dissected aneurysm is an emergency and usually it is treated by vascular surgeon or our interventionalists. And I am interventional neuroradiologist. We don't do that, but I know for sure that if you contact our staff, they will fly overnight and come to you and try to help to do it. So you understand me? I have cases before and I know what I'm talking about. So I urge you, please, Dr. Muhammad, if you could send email and establish communication with Dr. Shimri and his team, and then your life would be easy, because anything you will ask, specific new things, they would be more than happy to answer you back. Okay. في أي أحد عنده أي استفسار أي شيء أخيراً؟
طيب انا بختم اقول ترى كل الاعمال اللي تشوفوها امامكم الان ترى انما نواجهها اماميه، ولا وراي عدد كبير جدا من الزملاء اللي يشتغل في التعليم واللي يعمل في الجراحه في العيادات المرئيه كثيره جدا على انما احنا زملاء وفريق واحد ويقودنا فيها الدكتور جهاد جزاه الله خير بحيث نقدم لكم الخدمه بسهوله وسلاسه باذن الله. تليفوناتنا كلها موجوده عندكم، سنرسل لكم ان شاء الله جميع الارقام الاطباء اللي عملوا برزنتيشنز والاختنا اللي والتمريض كلهم كامل باذن الله، بحيث انكم تبداوا حتى اتصالاتكم من الان، يعني ما تنتظر انه يصير برنامج. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.